5 جريد 3 معاكم مس ايمان سيد. هاي جريد 3 معاكم مس ايمان سيد من قناة مس ايمان. ان شاء الله النهارده جريد 3 هنبدأ مع بعض كتاب كونكت، هناخد يونت 9. بس قبل ما ابدأ اللايف يونت بتاعي، يا ريت ان انت ما تنسوش الشير واللايك وسبسكرايب للقناة عشان اوصلكم كل الفيديوز الجديدة. تعالوا النهارده يا جريد 3 نشوف النهارده الليسون بتاعنا بيتكلمنا عن ايه. بص هنا معايا، هنا ايه، هنا الليسون اسمه ايه؟ تعالوا نبص هنا مع بعض، اسمه ايه الليسون بتاعي او اليونت بتاعي اسمه ايه؟ وات ديد يو دو، ماذا كنت تفعل؟ تعالوا بقى نبص هنا هو ايه، هو بيتكلم عن، وخدوا بالكم ان الليسون كله هيتكلم عن ايه. جريد 3 هتفتكروا الم ادم قال لي ديد، بصوا هنا استخدم ديد، يبقى انا التنس كله هيبقى ان ايه، ان باست. اوكي تعالوا بقى نبص هنا مع بعض، بيقول لي ايه هنا. طبعا ليسون 1 في سام بوكاب كده لازم نبقى عارفينها، زي كلمه فرانس اصدقاء، ثينك شيء، اوسم مدهش، تست اختبار، بريزنت هديه، جراند بيرنت الجدين، بيرث داي كيك كيك عيد الميلاد، كازن ابن العم او ابن الخال او ابنة العم او ابن الخال، ديليشز لذيذ، يستر داي دي اللي هي امس. طبعا احنا يستر داي دي بنستخدمها مع الكي ورد بتاعت الباستر، عندنا يستر داي لاست اجو، دول كي ورد بتوع ايه؟ هكتبهم لكم على البورد كده اهو اهو، نكتبهم على البورد كده عشان نبقى عارفينهم. عندنا هنا yesterday last ago، كل دي التنسز بتاعت ايه يا جريد 3 بتاع past tense، past simple tense، past simple tense. وعايز بس اعرفكم حاجه، في حاجه عندنا اسمها الريجولار والريجولار فيربس. عارفين الريجولار؟ ريجولار في عندنا حاجه اسمها ريجولار والريجولار فيربس. عندي الريجولار فيربس. ايه هم دول؟ تعالوا نبص مع بعض. الريجولار فيربس ان انا بحط للفيرب اي دي اونلي، يعني زي كلمه ايه؟ زي بلاي، بحط بعملها ايه؟ بلاي. بص هنا معايا بلاي بلاي، خلاص يبقى هنا ايه؟ حطيت اي دي، يبقى هنا الريجولار فيرب، هنا عندي الاي دي هنا ايه؟ يبقى هنا دي ريجولار فيرب، فعل عادي حطيناه اي دي. طيب ايه هي بقى الريجولار فيرب؟ الريجولار فيرب هنا تعالوا نبص هنا معايا، زي كلمه عندي جو وان، ماشي جو وان، ما ينفعش وان، ما ينفعش يا جريد 3، يعني ما تقولش مثلا ايه زي ما انا هنا حطيت اي دي، لا احط هنا مثلا دي جو تبقى جود اي دي كده، لا كده رونج، دي كده رونج، دي كده رونج، دي كده ايه رونج، دي كده رونج 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 رونج، يعني ايه غلط. ما ينفعش ان انت تحط ايه، تحط دي جو تحط لها اي دي. اوكي يبقى هنا عندنا بلايد نحط لها اي دي، هنا جو الباست بتاعها ايه؟ جو هنا الباست بتاعها ايه؟ وان. اوكي الباست بتاعها وان، ما ينفعش تحط لها ايه؟ اي دي، الاي دي رونج، لازم الباست تبقى الباست ايه؟ وان، جو وان. وطبعا الريجولار فيربس جريد 3 لازم تكونوا حافظينهم لان مهمين جدا. اوكي تعالوا بقى نرجع للكلاسون بتاعنا مره ثانيه. هنا عندنا ايه بقى؟ عندنا كلمة ديليشز لذيذ، دينر عشاء، دير هناك، تو هنا 2 years ago منذ عامين، لاست ويك اند اللي هي العطلة الماضية، يستر داي اللي هو امس. وطبعا الكي ووردز دي من الكي ووردز بتاعت الايه؟ الباست سيمبل تايم. طب بصوا هنا هدي ريجولار فيرب معايا اهي، يعني قول لنا فيزيت فيزيتد، بلاي بلايد نفس اللي احنا شرحناه، كوك كوكد، وورك وورك، لوك لوكد، ترافل ترافلد، stay stayed، like like،
تلاحظوا هنا جريد 3 ايه؟ ان هنا حطينا ايه؟ اي دي للفيرب بس. هي دي اسمها ايه؟ اسمها ريجولار فيربس، افعال المنتظمه. في عندها برضه لافد، بيجد، يوزد اهي. تعالوا بقى بصوا هنا للريجولار فيربس، الافعال غير منتظمه. هنبص بقى هنا معانا زي ما قلنا شرحت لكم في على البورد اهي. باي، بوت، سيل، سول، دو، دي اللي احنا واخدينها في اليونت بتاعنا اهو. جو، وان، جيف، جيف، سي، سو، فاين، فاوند، وير، وور، ميك، ميد، هاف، هاد، ميت، ميت، بيلت، بيلت. طبعا بتقولوا لي يا ميس بتقول كده ليه؟ عشان احفظهم لكم، عشان تحفظهم معايا وانت بتقول. هنا نقول ايه؟ وات ديد يو دو يسترداي. هنا طبعا في دايلوج هنا بيكلمنا عن، طبعا الدايلوج كله ان ذا باست تنس، في زمن الماضي. هنا بيقول وات ديد يو دو، طبعا جراند فاذر بيسال الجراند سانز اللي هم الاحفاد، بيقول لهم وات ديد يو دو يسترداي، ماذا فعلتم بالامس؟ هيقولوا ايه؟ وي ونت تو خان الخليلي، ذهبنا لخان الخليلي. ذات از اوسم، ده مدهش. وات ديد يو دو ذير، عملتوا ايه هناك؟ عملتوا ايه هناك؟ وي فيزيتد ذا بازار، رحنا زرنا البازار. بعد كده بيقول وات ديد يو باي ات ذا بازار، اشتريتوا ايه من البازار؟ وي بوت جولري فور مامز بيرث داي، اشترينا يعني ايه مجوهرات كده اهوت لايه؟ لمامتنا. بيقول ايه؟ افتر ذات، عملت ايه بعد كده؟ وي افتر ذات، هو طبعا بيحكي بقى بيقول لك افتر ذات بعد كده وي ونت هوم اند بيك ا بيرث داي كيك، رحنا البيت وعملنا ايه الكيكه. ديد يو ديد شي لايك بريزنت، هل هي مامتكم حبت الهديه؟ يس شي لايك بريزنت اند شي لافد ذا كيك، ات ووز ديليشس، كانت ايه؟ لذيذه. طب بصوا هنا بقى معايا جريد 3، هنا بيستخدم لي فيرب تو بي ان ذا باست، اللي هو استخدام ايه؟ ووز وير. طبعا احنا عارفين فيرب تو بي في البريزنت ايه؟ ان، از، ار. في الباست هيبقى ايه؟ ووز وير. شوف بقى هنا اي هي شي ات سينجلر، هتاخد ايه؟ ووز. يو وي زي بلورال، هتاخد وير. تعالوا بقى هنا بصوا هنا معايا على الاكزامبلز دي عشان تشوفوا الحل ازاي. I was at home yesterday. أنا كنت في البيت بالأمس. My friends were at the park. أصدقائي كانوا في الحديقة. Dina was late for school. دينا كانت متأخرة عن المدرسة. We were happy yesterday evening. إحنا كنا سعداء بالأمس بالليل. He was excited in the museum. هم كانوا شعرين يعني إيه بإثارة يعني فين؟ في الميوزيوم. طيب هنا بصوا هنا معايا بقى، عندنا هنا الـ past simple tense، زمن الماضي البسيط. هنا عندنا اي هي شي ات يو وي زي، هنا خدنا ايه؟ بلاي. طب لما نيجي بقى نعمله في النيجاتيف، وبنعمله في لما نيجي نعمله في النيجاتيف وبنيجي نعمله في الانتروجاتيف او في الكويشن، بنستخدم ايه؟ بقول ديدنت وبراجع الفيرب للستيل. يعني ده برضه عايز اشرح لكم القطعه الحته دي يا جريد سريع عشان كتير منكم بيتلخبط فيها. نعملها كده مع بعض على البورد. هنا بيجي المستخدم ايه؟ ديد. لما نيجي مثلا ايه نستخدم ايه؟ ديد وديدن في الكويتشن وفي الايه في النيجاتيف. في ناس بنديك مثلا ايه نقول ايه مثلا مثلا فور اكزامبل ديدن. طب هاجي اقول لك مثلا يو مثلا فور اكزامبل بلاي، يو بلايد، يو بلايد، يو بلايد، فور اكزامبل يو بلايد يسترداي، يو بلايد يسترداي، يو بلايد yesterday. You played yesterday. Okay. You played yesterday. انت كنت بتلعب امبارح. ماشي؟ For example دي ايه؟ ادي ايه؟ دي جمله ستيتمنت عدد. طب هنعملها بقى كوتشن. هعمل ايه بقى؟ هقول هنا ديد. ديد يو. ديد يو. انا هكتبها لكم غلط وانت هتقول لي بقى ايه؟ غلط ليه؟ ديد يو بلاي ات؟ Did you play it؟ انا هكتبها غلط وانتوا اللي هتصلحوا. Play it yesterday. انا بعملها لكم كده عشان انا عارفه ان في ناس بتروح جايه عامله القصه دي وبيغلطوا فيها. بيغلطوا فيها كتير. Yesterday. طبعا انا سامعاكم كلكم بتقولوا لي يا مس ايمان ده رونج. رونج ليه بقى؟ الجمله دي رونج. طبعا رونج. ليه؟ ليه؟ ده احنا قلنا ان طالما خدت دي يبقى الاي دي ما تتحطش معنا. يبقى الفيرب يرجع للايه؟ للستيل. اوكي؟ طب لو عملته كده في الامتحان تاخد ايه؟ تاخد زيرو. بس بكتب لك اهو عشان بس تبقى
فاهم، زيرو على طول. اوكي يبقى ما تعملش كده، يبقى دير يجي الفيرب في الايه؟ في الستيم، يعني ما نحطش ايدي، الفيرب يجي اصله. اوكي طيب برضه مع ديدن، مع ديدن هتبقوا نفس القصه، نعمل برضه مع ديدن. مع ديدن هقول لك مثلا ايه؟ يو didn't play. You didn't. You didn't. You didn't. طبعا هنيجي هنا هنحط هنا ايه؟ play. ليه بقى you didn't play yesterday؟ طبعا انا قلت هنا play ليه؟ عشان احنا قلنا ان احنا ما نحطش ايدي، ان طالما حطيت ديد يبقى الفيرب بيجي للستيم، وهنا برضه طالما حطيت ديد يبقى الفيرب ايه؟ طالما في ديد يبقى الفيرب بيرجع للايه؟ للستيم. خلاص؟ فهمت ولا ما فهمتوش يا جراد 3؟ اظن كده انا وضحت لكم القصه، عشان اللي عنده حاجه مش فاهمها يعرف ايه يفهم. يا ريت عندكم الفيديو تفتحوا وتشوفوا الشرح، عشان الحاجات دي هتفيدكم كتير، يعني انتوا لما تفتح الشرح وتسمع هتعرف تحل ازاي. ايه تعالوا بقى هنا معايا، بصوا هنا بقى معايا. يبقى احنا خلاص عرفنا ديد وديد، انت خلاص مش هنشرحها تاني، ان احنا خلاص ايه فهمناه. طيب التصريف اللي احنا بنقول عليه التصريف الثاني للفعل، اللي هو بنستخدمه ايه؟ الباست سيمبل، اللي هو بنحط له ايه؟ اي دي، او بنحطه في الباست سيمبل تنس. هنا عندنا طبعا الكي ووردز بتاعت السيمبل، الباست سيمبل تنس، عند يسترداي، لاست، اند اجو. اقول ايه مثلا في الاكزامبل هنا؟ بقول ايه؟ هي بوت سام جورينج لاست ويك. هي اشترت، بقى هو اشترى بعض المجوهرات بالايه؟ الاسبوع اللي فات. شي وان تو لوكسور 2 years ago. اشتروا راحوا لوكسور، من سنتين فاتوا. طيب هنا استخدمنا هنا ايه؟ من في هنا ايه؟ باستخدام ايه ديدنت. طبعا الكلام ده احنا قلناه، هو شرحته لكم على البورد، فخلاص مش ايه، مش محتاج ان انتوا يعني نشرحه تاني. وات ديد هي دو ان ذا مورنينج؟ هو عمل ايه ان ذا مورنينج؟ هي وان تو هيز وورك، هو ذهب لعمله. وات ديد هي دو لاست ويك؟ اي فيزيتد ماي جراند ماذر، انا زرت ايه جدتي. ديد ذي جو تو ذا ميوزيوم؟ يس ذي ديد. Did she buy a present? No, they didn't. تعالوا بقى نحل مع بعض الاكسرسايزز اللي قدامنا دي. طيب هنا بيقول لك ايه؟ What did your sisters do yesterday? Your sisters عملوا ايه yesterday? Yesterday. مع sisters هتبقى plural، يبقى ايه؟ يبقى number one is number was number D. Number one is number D. They baked the cake. What did Waleed do yesterday? Waleed عمل ايه yesterday? He bought a board. اشترى كورة، يبقى دي. طيب What did Amina did do yesterday؟ عملت ايه الاسبوع اللي فات؟ She bought a glass. Number three was number B. What did you do yesterday؟ انت عملت ايه بالامس؟ What did you do yesterday؟ I visited the zoo. رحت ايه؟ زرت الايه؟ حديقة الحيوان. طيب هنا برضو جايب لك في الديالوج ده، هنقولها هنعملها برضو هنا، هعمل لكم واحده وانتوا حاولوا انتوا الباقي انتوا ايه تعملوها. انا هنعمل كده، هعمل لكم كده اكزامبل من الكلام ده عشان نعرف ايه نحلها ازاي. اوكي بصوا انا معايا بقى جريد، يا جريد 3. هنقول ايه؟ وهنقول ايه؟ هي اي ترافل تو الكساندريا. هنقول له ايه؟ وات ديد، What did you do? What did you do? What did you do last weekend? بدأت بقيت الأسبوع اللي فات، رحت فين؟ هنا مثلا اقول لك what did you do last weekend، ممكن اقول ايه؟ I visited my grandparents for example. I visited my grandparents. I visited my grandparents. My grandparents. Grandparents. اهم حاجه ان انتوا تاخدوا بالكم من التنس بتحطوه فين، لان ما ينفعش ان هو يسالك بديد وانت تحطه في البريزنت سيمبل. ما ينفعش، هو يسالك بديد وانت تحطه في البريزنت سيمبل، غلط. رونج. يس دي، يس شي ديد، شي لايك كيك. هقول مثلا ايه؟ ديد شي لايك دي، يبقى نقول ايه؟ ديد شي
بنعملها ايه؟ الانفرجيا جريد 3. Did she like the cake? 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 هنا do did you eat fish for dinner؟ ممكن اقول هو طبعا مش كاتب، طبعا ممكن اقول ايه؟ No I didn't، او yes I ate. Yes I ate. Okay؟ يعني كل واحد ايه هيكتب ايه؟ دي هيكتبها حسب ايه هو ما عمل الحاجه دي. اوكي؟ اديكم عرفتوا ازاي بنحل السؤال بتاع الايه؟ الدايلوج ده. اوكي؟ وخدوا بالكم الدايلوج ده مش هيجي لكم، مش هيبقى فيه كلمات، انت المفروض انت تبقى ايه؟ فاهم عشان تعرف تحل ازاي. اوكي؟ هنا عندنا ايه؟ الباست سيمبل بتاع كل واحد. طبعا هما مدين لكم الباست تنس بتاع كل واحده فيهم موجوده عندكم فوق، انا هكتب لكم كده كلمتين وانتوا بقى ايه؟ تكونوا حافظين الباقي تكتبوه انتوا لوحدكم. يعني مثلا ايه؟ الباست بتاع باي ايه؟ بوت سي الباست بتاعها ايه؟ سو جيف جاي. طبعا هنا هتبقى مات ترافل. ده هيتطلب مننا ايه؟ ان احنا نبقى حافظين الايه؟ الريجولار فيربس. والريجولار فيربس دي مطلوب منكم ان هي الايه؟ ترافل ممكن تكتب بال واحده، ممكن تكتب دبل ال على فكره عشان تبقى عارفين. هنا فيزيتد طيب ادي كده انا وريتكم ازاي ايه بنحل الايه الريجولار فيربس والريجولار فيربس ازاي. اوكي طبعا ده هيتطلب منكم ان انت لازم تكون مذاكر الريجولار فيربس عشان تعرف ايه تحلها. اوكي انا وريتك كام جمله، انت بقى حاول انت تحل تذاكر وتحل انت بقى لوحدك. تعالوا نحل مع بعض هنا الايه التشويز ده. وي جو وينت ار جوينج تو خان الخليلي يسترداي. طبعا انا عندي يسترداي يبقى هنستخدم ايه؟ وينت. ليه قلت لي وينت جريد 3؟ عشان عندي هنا ايه يسترداي. خدوا بالكم الكي ووردز اللي قدامي هي اللي بتقول لي انا هستخدم التنس في ايه؟ زي فيزيت، فيزيتد، فيزيتنج، ديزو، لاست، لاست ويك اند، يبقى هنستخدم ايه؟ فيزيتد. زي فيزيتد. وات يو دو يسترداي، طبعا حتى جاي من التايتل بتاع اليوم بتاع. وات ديد اي ووز ام وير ات هوم لاست ويك اند، اي ووز اي سبيس اند يو موبايل، اي ايه؟ بوت. ما ينفعش از باينج ولا بايز، ما ينفعش. وحتى بايز لو تلاقوا ان هي ما ينفعش تيجي كمان مع اي. ليه؟ لان احنا قلنا اي ما يجيش معاها اس، حتى هي رونج كمان، يبقى اي اي بوت. يعني حتى وانت بتحل لو انت بتفكر هتعرف انها غلط، لو انت بتفكر كده هتعرف انها ايه غلط. شي جو ولا جوز ولا وين هوم ات 5 اوكلوك يسترداي، شي وين مام بيك ولا بيك ولا بيكس ا كيك لاست ايه لاست فرايداي. طبعا عندي لاست يبقى نقول ايه بيك. زي او ار ولا ووز ولا وير اكسايتد يسترداي، زي ايه وير. طيب نقول هنا ذا كيك اي لايك لايكس ولا لايك ذا كيك ات ووز ديليشس، اي لايك. طب وات ديد يو دو يسترداي، شي لايك بريزنت، هنقول ايه ديد. هنا بتقول ايه وي وير ولا ار ولا ديد happy in the club last Saturday، يبقى we were. طيب he gives ولا give ولا gave his mom a present last week، يبقى ايه gave. she is working ولا worked ولا works for test yesterday. yesterday يعني امس، يبقى ايه worked. worked ليه؟ لان عندي هنا yesterday. طيب that soul ولا ceiling ولا seems his car 2 years ago. 2 years ago يعني هنا في الباص، يبقى ايه sold. he is was where with his friend yesterday، يبقى هي was. okay هنا نقول mom cook ولا cooked ولا cooking dinner for his for the family cooked. طيب هنا عندي yes he did، طبعا ده عندي did، يبقى هستخدم ايه did he go. طب she is ولا was ولا where in Alexandria 3 years 3 weeks ago. ago طبعا انا بستخدم الverb to be in the ايه past، يبقى she was. she played ولا played ولا play ولا I played in the park last a Friday. she played she played. طب تعالوا نحل مع بعض الاكسرسايز ده، طبعا هحل لكم منهم 5 وتحاولوا انتوا تحلوا ايه لوحدكم بقى البي. اوكي هنا بيقول they do ولا doesn't ولا didn't go to school yesterday. yesterday هنا ايه في الباست، يبقى ايه they didn't. we was ولا weren't ولا didn't at home last week، يبقى ايه
هنا وايه وزن هنا وزن لان سوري ويرنج ويرنج نوت وزن ويرنج 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 ليه؟ لان هنا طبعا انا بستخدم فيرب تو بي ان ذا اي باست. اي وزنت ولا ديدنت ولا ويرنت بلاي فوتبول ات ماي فريندز. يبقى اي ايه؟ اي وزنت بلاي، ما بلعبش مع اصدقائي. هي ديد ولا دو، هي ديدنت ولا دو ولا دونت ولا دازنت هاف لانش ات هوم لاست يسترداي. يسترداي يبقى هنقول ايه؟ ديدنت ديدنت، وبعدين نرجع الفيرب في الايه، في الستيم، في الستيم فيرب. He didn't his friend at club last Friday. ما ينفعش اقول saying طبعا، ما ينفعش اقول so. ليه؟ لان انا دلوقتي عندي didn't، يبقى didn't يبقى الفيرب بيجي في الستيم اللي هي سي. اوكي، تعالى بقى هنا نحل مع بعض. هنا بيقول لي ايه؟ I am happy with my family. يبقى هنا ايه؟ انا هشيل ام واحط ايه؟ was. يبقى I was happy with my family yesterday. طبعا انا عايز اخد في سؤال يا جريد، يا جريد 3، وانتوا بتحل سؤال الري رايت اعمله زي ما بتعمله في البنكتويت. تعمل ايه؟ تعلم على الحاجه دي انت هتغير. يعني هنا ايه؟ بص، في عندنا اي دي سوري ام دي هنغيرها ووز، وبعدين هنضيف ايه؟ كلمه يسترداي. احنا مش بنعمل كده لما كنا بنجي في البنكتويت، مش كنا بنعلم على الكلمه اللي هنعمل لها كابيتال ليتر، او لو عندنا كوتش مارك هنعملها او الكلام ده. احنا عايزين برضو نفس القصه نعملها برضو في الايه؟ في الري رايت. طيب هنا ايه؟ دي ترافل to Luxor last weekend. طيب هنا عندي بقى ايه؟ it is it's sunny today yesterday. طبعا هنشيل ايز ونحط ايه؟ was sunny. بقى اقول هنا it was. طبعا هنقول هنا it was، طبعا بنشيل ايز خالص، it was، بعدين نحط هنا sunny. طبعا انا مش هحلهم لكم كلهم، انا هحل لكم حاجات منها عشان انت تحل، انتوا بقى تحودوا ايديكم على الحل. اوكي، على فكره خدوا بالكم ان التعليم بقى الفتره اللي جايه هيعتمد على الثينكينج اكتر، التفكير. لازم انت تفكر وتحل، ما ينفعش ان حد يقول لك حاجه. يعني احنا انا هوريك وانت تحل بقى لوحدك، تجرب تفكر وتحل بقى لوحدك. هنا ذا تشيلدرن، وخدوا بالكم انتوا داخلين على سنه رابعه، لازم تتعودوا على النظام بتاع الامتحانات. خلاص، النظام بتاع الامتحانات الجديده. يبقى نقول ايه؟ the children ايه؟ the children where، هتبقى نشيل ار ونحط ايه؟ where مكانها، where the children where where at the beach، where at the beach ايه؟ where at the beach، where at the at the beach at the beach a week ago. طبعا هنكتب ايه؟ a week ago دي هنكتبها ايه؟ هنكمل الجمله بقى ايه؟ او اوكي، هنا لاست، لاست ايه؟ لاست اكتب هنا، وخدوا بالك يعني ممكن يجيب لك الكابيتال ليتر في الاول، فانت تعرف ان كنت هتكتبها في الاول او في الاخر. هنقول لنا ان هو كاتب لنا يستر لاست فرايدي، كاتبها لي از ذا لاست اوف ذا سنتنس. يبقى هقول هنا ايه؟ لاست فرايدي، لاست فرايدي. هقول هنا وي، طبعا انا عندي الباست بتاع ار ايه؟ وير. يبقى هنقول ايه؟ وير وي وير at the club ايه last week. خلاص، يبقى انتوا بقى بعد كده تحاولوا بقى الباقي انتوا ايه؟ حلوه كده، جربوا فكروا فيه وحاولوا انتوا تحلوا. ادينا انا وريتك ازاي تحل، انتوا بقى تحلوا بقى بعد كده، تجربوا تحلوا، ويا ريت تحلوا وتبعتوا لي على القناه عشان اشوفكم بتحلوا ازاي. اوكي، ابعتوا لي في اللينك في الدايلوج بوكس تحت، وقولي لي يا مس احنا حلينا اهو، شوفي كده الحل بتاعنا صح ولا لا. هنا بص بقى معايا، هنا بيقول لي ايه؟ برضه هنا برضه جايب لي ايه؟ برضه هنا جايب لي ري رايت تاني. هنا بيقول ايه؟ I visited my grand I visited my grandparents last night last night. هنقول what؟ اقول ايه؟ what did you do؟ ممكن اقول بقى what did you do last night؟ ونحط question mark. did، هقول ايه؟ did he go to school yesterday؟ احط question mark. yes she used her mobile. did she use her mobile؟ حط كوتشن مارك. they، هنقول they ايه؟ هنا played basketball yesterday، هنقول ايه؟ they didn't play basketball yesterday. what he gave he gave his dad a present. what did he give his dad هي ادته ايه؟ what did he what did he هو ادى لبابا ايه؟ what did he give his dad. ونحط كوتشن ايه؟ مارك at the end of the sentence.
حاولوا بقى انتوا بقيت حلو. طبعا انا باخد بحاول اخلص كده عشان مش عايز اطول عليكم في الفيديو. طيب هنا عندك كلمه برضه فيها سنتو، هنا عندي كلمه بازار اللي هو بازار، جولد ذهب، جولري مجوهرات، سيلفر فضه، نيكلس اللي هي عقد، ماركت السوق، رينجز اللي هو حلق، فابريك قماش، بريسلانت اللي هو اسوره، برفيوم برفان برفان، رينج خاتم، سبايس توابل، ايجيبشن ميوزيوم المتحف المصري، فيمس مشهور، ايشنت ايجيبت مصر القديمه، بيوتيفول جميل، مونيمنتس اثار، كوس مدهش، موميز مومياوات، اكسايتد فرح، ستاتيو تمثال، سيف امن، ذا سفينكس اللي هو ابو الهول، فاست اللي هو سريع. عندك كلمه زي كلمه ريستورانت، طبعا الكلمه دي احنا خدناها كتير يعني جديد عليها، ان ذا هارت اوف يعني في قلب، كوفي اللي هي المقهى، اولد كايرو القاهره القديمه، شوب محل، هذا جريد داي يستمتع بيوم رائع. في عندها جريد داي وجريد تايم، جريد داي يعني يستمتع بيوم رائع، جريد تايم يستمتع بوقت ايه رائع، شوبينج التسوق، باي اللي هي بنستخدمها مع مينز اوف ترانسبورت زي باي باس باي ترين يعني بالاتوبيس او بالقطار، هاو اولد بنتكلم بنستخدمها طبعا عشان دي مش جديده علينا، استخدمناها للايج، وير بستخدمها للبليس، وات بستخدمها لايه اسكينج اباوت سمثينج. عندنا هنا كلمه ايه، عندنا بقى هنا كلمات فونكس زي كلمه بي ار وبي ار، يعني عندي كلمه بريزنت، براش، برايس، برينج، برينتور، روم، برانسيس، براد، بريسلنت. اوكي كلمات برضه دي بنقول عليهم ايه اللي هم الفونكس نطق الكلمات. طيب هنا بيقول لك بقى ايه، هنا بيقول لك when you writing a paragraph characterize the names of famous places. طبعا هو هيجيب لك كده زي ايه باراجراف كده ويقول لك حاول ان انت ايه تكتب موضوع زي مثلا ايه، يقول لك ان المفروض ان احنا واحنا بنكتب ناخد بالنا من الفيمس بليسز تبقى كابيتال ليتر، ناخد بالنا طبعا الفيمس بليسز تبقى الفيمس مونيمنتس الاثار برضو تتكتب كابيتال ليتر، زي مثلا كلمه ذا سفينكس، لوكسور ميوزيوم اللي هو متحف لوكسور، جيزا زو كده. تعالوا بقى بصوا هنا كده نقرا كده مع بعض التكست دي عشان نعرف الكلمات، نعرف الكلام ده. خان الخليلي is in the heart of old Egypt, of old Cairo. خان الخليلي ده في قلب القاهرة القديمة. It's all about 600 years old. عمره حوالي 600 سنة. When you visit خان الخليلي, you will find many markets for jewelry. وانت لما تزور خان الخليلي هتلاقي كتير من الأسواق للمجوهرات، فابريك القماش، بيرفيوم العطور، and spice اللي هي التوابل. You will find restaurants and cafes وهتجد كتير من المقاهي والمطاعم، where you can take a break from shopping لما تحب تاخد يعني break من الشوبينج او راحه من التسوق، and have pizzas and coffee وفي وتتناول البيتزا والايه والقهوه. طيب هنا I visited the Egyptian Museum، انا زرت ايه المتحف المصري. In Cairo yesterday with my school مع مدرستي، we traveled to the museum by bus، رحنا الميوزيوم بالايه بالاتوبيس الايه المدرسه. We saw beautiful gold and silver. وشاهدنا طبعا شفنا كتير من المجوهرات وشاهدنا قلادات واساور يعني من من الذهب والايه من الذهب والفضه، من الذهب والفضه، من الفضه من الذهب والفضه. Jewelry from ancient Egypt يعني من مصر القديمه. We looked at Tutankhamun necklaces وشفنا القلاده اللي كان لابسها Tutankhamun and بريسلنس والاسوره، they were assumed كانت مدهشه. I loved the museum. I was very excited. انا استمتعت كنت يعني كنت شاعر باثاره. I bought some jewelry from the museum shop for my grandma. واشتريت بعض من المجوهرات دي لجدتي. I had a great day at the museum. قضيت يعني ايه يوم رائع في في المتحف. طبعا طبعا الكلمات دي عندكم فوق هتحلوها طبعا لان دي لازم تكون ايه انت حافظها. طب هنا بيقول last Friday our school ايه؟ space to Luxor our school our school ايه؟ هنا طبعا هنحط في الباص our school our school our school went to to Luxor Museum when ذهب to went to Luxor Museum we space by train we we travel by we travel by train it's fast and safe we space the statue of Amhotep 3 we looked at statue of Amhotep 3
and Ramses. We stayed there for we stayed there for 3 hours. We really space great. We really ايه we really had. طبعا هنا طبعا بتقولي لي مش بتغير التنس، لان المفروض انت هتقول له we really had a great day، ان احنا حصلنا يعني استمتعنا بوقت رائع. المفروض ان انت تحط طبعا في الباست. ليه؟ لان انت عندك كلمه لاست، فكل التنسز اللي هتيجي هنا هتيجي ايه في الباست تاني. اوكي وي هنقول ايه وي سبيس سو سي ولا سو ولا سيز بيوتيفول جورني لاست ويك وي سو I did not a great time yesterday. I go to school by bus. Was where in the park last week. He was. ليه بقى was؟ لأن عندي last weekend. هنا verb to be in the past. She buys well is buying well bought some jewelry yesterday. Bought. They هنا زي هنا ايه؟ طبعا عندي ago زي ايه؟ went. We excited yesterday. بص هنا على yesterday. يبقى yesterday هنستخدم ايه؟ where. طيب what did you do? They traveled to the museum. راحوا للميوزيوم by ايه؟ travel to museum by train. بالايه؟ بالترين. You a space in Luxor 3 days last week. We use a stay. Okay. طبعا دي comprehension. طب انا هحل لكم واحده منها وانتم الباقي والثانيه انتم ايه؟ هسيبها لكم as a homework. لما يقول ايه خان الخليلي is in the heart of old Cairo. It's about 600 years old. When you visit خان الخليلي you will find many markets for jewelry, fabric, perfume and spice. You will find restaurants and cafes where you can take a break from shopping and have pizzas and coffee. Where is خان الخليلي؟ خان الخليلي كافيه فين ده ايه؟ طبعا وير طبعا بسال وير بقى بسال على البيت. In the heart of old Cairo. This is the answer. But how old is Khan al-Khalili? Is he about 600 years old? What can you buy there? احنا بنشتري ايه من هناك؟ buy ايه كان buy ايه بقى؟ what can you buy there? بنشتري ايه من هناك؟ can buy ايه؟ can buy ايه؟ jewelry, fabric, perfume, spice, كل ده ايه؟ buy. What can you take where can you take a break by a we can take break a break we can take break a by a in restaurants and a cafes in restaurants and cafes في الايه في الكافيهات وفي الايه في المطاعم. This one I would like to make to do as a homework. I would like to give this a homework. Today I stop here. Thanks a lot and to the meet again.